رمضان كي هدا مسجد قدر أن كتو جناي صلاة أيو قيام قيام تكنيني نين أخ أو ما شاء الله مصري أو علوم هذا هل كا ودن كا جوكتا أيا رمضان كأول كي سبب ونا لا اعتكافايو يعني اعتكافو بلا سو أولا نمركي طبنكي دنبا أي سود وفيهينو لو نعشكا دمانتهي أيو يري وانكا إذن قادنا يا يو مكان السعودة مدينة الرباين عن اعتكاف مركي وهرو حالينا دلجوك تافعنا الله هيدو وأن زهيده عبادة ليس أنه قطع ثرنوي ورمضان هذا سوق على التمر يبيهم ويوحك لما عنه صلاة شو كجرم ويوحك لنا أركي ميسي دوا ترى واحدا تكنينا ومركي لك على التقسو ميشو ويلي تاقي صلاة كالو قليا إلى قيام كلك سوق على صلاة كالو كجرة مركا وتقي حاسكي سوق حاشتي قاربة قاتين وابحين المهم ما كمر كي كذا ما ذين أو عاوي سنينهين كدك دقيان أنت قرحة ودعين عطبان كذا باعتكاف كمدينة أتقشي أي قارق لك دون حاس كيسي ماشي كده مات ويلنا ماشي كذا وعمل وحادث دعوي أو يعني وح غريبة ما هنا هذا ذيك الشيء لكن وح غريبة أو أن لي يابني قوة إيمانك منكاس يا أسرتي إلهي أسيء بان لا يعمل أولا ماشي مكة هيد قبل ما قال مكة لغو آسي يدنا قف خير بان بقى هيدو معلمة القرآن هو بقى هيدو الله نحرسته مركو صور نغضي هبين كي أي صور قلين قيام كبونا للتعليم واسهلا أنه دكي واب المرويسين يسوى بسك ابتسامة يابا وابسك قسل يابا عيال في سيد الذي يرد سيد ولا كأنه أصابهم شيء أرنتوا تماما أرنتوا وحوي والتليفون كي والله وأنا يدين أخذه تليفون كي موتا خلص وحوي رثاب وقري وحو قري وراغب وقري لو أن العالم هو وحو قري وراغ وتعزئة هذا رنكرتا أما الرثاب شيخ إيسو دريبا هذا البدنه مركا وي من فوق بيتك وقل لا الرسائل بسهرية سو بعيد رسالة شيخنا الشيخ سامح قنديل حفظه الله في عزاء زوجته الفاضلة الداعية المربية أم معاوية رحمها الله محيري مركا هذا القرى فيري وحدي شيء يعني قوة الإيمان يعني الحمد لله رب العالمين بويري والله بويري ما كنت أسعد مني اليوم ما أنت مالين الآن كسعادة بضنهي مجرت بوجه وما تمنيت أن ذلك لم يكن أرنت دعذينا إن يسندعين ما نتمنيين بل كنت أحدث به نفسي نفت إذا أرنت ونوشي كينجري وإن قدون كاسل عو حاسك يقول أنت وحا نفت ونوشي كينجري ولكن ما ظننته بهذا الطعم الذي يلذ له القلب طعم وناكسن يسيدن وعنت ما يسي وناكسن إني ولد عيسو وما أنا هيسنن وتأنس به الروح اللهم إني أشهدك أني راض عنها إله الرال إن أنكبر لكها بان كامر خاتي قلينيا وراج لها من فضلك ما أنت أهله أنا أرجيني يوحد أذيك أهل أتهي وكرمي إحسانا فقد كانت تحب لقاءك كبر أسان كؤغا كلن كاغي اذج علي وتحدث بالشوق اليك دائما شوق اي حقاغا اوقبتو بيكشي كنجرتي لقد عشت بورفيق انتظر هذه اللحظات في خاطري ان بضم بان رنتن يعني ان كن ولا ابو الى نفتي وشي كنجري وما سافرت معها سفره ولا تذاكرت معها فكره على مدار 35 عاما مضت كومضة طيف أو زورة ضيف إلا وكنت أحدث نفسي به سفر ما أنه ودقل أمال ما أنه انتقل إلا أرنت النفط إذا وأنوشه كنجري وأعد نفسي له نفط إذا وأوديها رنجري ثم مضى به قدر الكريم يا قدريري فإذا هو وابا لطف يا إطمئنان يا سكينة يا انشراح يا رضا يا تسليم إلى هل يجريبه يا وفرح يا استبشار
ما أسعدني اليوم بوفاتك كما أسعدتني في حياتك. نلش إذا ساد إيجو سعادة يقول لي بانت يقول لي بانتي أيان ما أنت أنا موت كاجي يقول لي باني أيوليها كبعد يقولش شيء. أما أنتم يا أبناء يقوليها عبادة عصوبة إذن بالله بتي أو عبادة الرضا والتسليم لقضاء الله هي إن طريق إذن جيد الشيء هو يدين إذن كتر به الشيء أتقص عطان وهذا الليل أو ويلش يقول الله الله يوم صاحب هذا يقول الله الله يوم تيم واحد قرانا يسامرك أرنتوا إنا إنا سلف صالح وإن زمن كي يهرب لقى شيء كيد هاينة ده هذا جوجا وزمن كان كلهم نولبا إن إلهي سيدا سوكله وكرهه يا وأرني يا بلوي ما هني أو حاسس بدن يكليه حاسك كليه أيولها إلما يورد شيء ولي ودوا سلا سوكرين ومع ذلك أرنتها وقر يو حالتي سنو ويسكمد اسم بدلين قول يسكم أورور احتكاف كيسي بدو قصو النقضي صلاة عبادني بدو قصو النقضي تدك وتعزيين يا يا مرغ يسنا يسكم مرغ بكم مغتبا مرغ بكم مغتبا مرك توفيق الله نوافجيو معناه حن كوذا إنسانكم مركو ثقة بالله توكل على الله فعل كربك يسمو مركا وحو أركيابا شيء طيب أو ناكسن منا أهو غريبة أم سليم يقصد هذه نوات كبر هيسانو ويل كيري أي شيء وفلدة كبدها وقرق جيس كمد ميت كوة أي قرق قرق أروس كردكتي من كذا مقن ما إنا كردك قرق مأتم يعزاك ميدك مركا إيمانك يحب الله وحلقه له وحلقه بكرم ماءها هدو رب وقفك إنسانك ربك وجعل هذا هانت عليه الدنيا أدو يدن ودن بابا هين لن قنيسة يتوكل على ربه يرى فعل الله جميلا وحل وحو إلهي قدروا ونك بوارك يا با توفيق الله نوفجي دنبي أن الله دافك والدين تيدنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.